هيا في الفلاحيتها ها هي شتو دابا نخليها شويه تبرد الشرايير عاد سخونه وفهاديك الزيت اللي قليت فيها الفلفله فوالا شوفوا الا جاتكم الزيت بزاف حيدوها ما تخليوهاش كاع هكا هذاك داك الزيت اللي خلينا فيه الفلفله كيعطي واحد الكو زوين في الفلفله من الطين غادينا ننقص باش تخرج اطول ليا الزيت بزاف نخلي واحد شويه فوالا انا خليت غير واحد شويه فوالا هذا مره اخرى ما نلوحوش مره اخرى نقلي فيه الفلفله اليوم المشتى فوالا خصنا ناكلو الثومه وهي الثومه ما غادي لا نقسمها لا والو ندير لها هكذا ندير لها نار مهيله ونخليها تطيب فيها وتابعوا معايا كي طيب ليا الثومه نكون صاوبت مطيشه مطيشه ديروا بكثره ماشي مشكل يعني شحال ما درتو نتاع مطيشه شحال ما تكون زوينه ديك الفلفله ونقول لكم حاجه هاد الفلفله تقدروا تحتفظوا بها حتى لسيمانه في الثلاجه ما عندها ما تخسر ما والو تقدروا حتى بغيتوا ديروا واحد اللي كانت عندها يعني بزاف الفلفله ولا دير لها هكذا وطيبها وديرها في ان بواط وتخليها وديرها في شي حاجه تكون مسدوده مزيان وتخليها في الثلاجه تبقى هكذا وسورتو الناس اللي تتخدم وكلش يجيو في العشيه يلقاو ديك الفلفله يزيدوا معها غير حاجه اخرى اللي بحال الفريت ولا شي حاجه اللي سهله يعني بحكم الناس اللي دابا كتخدم والنهار قصير وكلش راه سيوها وغادي جربوها وردوا عليا نتمنىكم تجربوها هيا من بعد ما حيدنا لها الثومه دابا غادي ندير دابا غادي ندير المطيشه ديالنا هيا نديرها في النار الثومه ديالنا ها هي شوف بعد ما طابت غادي نحاول نبقى ديك الفلفله هي بردت إيه راني دايره الليكات ماشي لا نبغي نخدم بالليكات لا باسكو الضفر ديالي مشيت قلعتو هنايا وكيحرقني من تنخدش مطيشه الثومه وانا نبغي نخدم باليد ديالي ماشي بالليكات المهم هكذا تابعوني كان الفلفله بطبيعه الحال كل واحد كيعرف كان الناس كتعرف تقشر الفلفله ايوا غادي كي نصاوبها غادي نرجع معكم ونوريكم كيفاش غادي نستعمل هذيك الثومه فوالا انا من بعد المرات الزوج ديالي كيبغيها هكذا هكا ياكلها ولكن انا دروك غادي نوريكم واحد الطريقه اللي ما يبغيش يشوفها ولا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي زوينه يعني الثومه كاينه ولكن ما نشوفوهاش وكتعطي واحد التعليكه في الفلفله ها هي الثومه ديالنا شفتو طحنتها هادي طحنتها دابا غادي نديرها هنايا ياكشي راه طايب الثومة مطيشة دابا طايبة شتو على تجي فيها لا زيت لا والو ديالنا اللي صاوبنا هكذا انا كبرت شفتوا زوينه رائعه نتمنى لكم تجربوها انا ما بغيتش نديرها رقيقه
اللي باغي شويه الحليب مع ديك الزويته ديالها مع المطيشه كيطيب، ندير فيها واحد شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، صافي ونقدموها هكذا. هكذا نقدروا نديروها حتى تجلس لنا حتى واحد المده تجلس.